السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع إلى هذا الفيديو الذي سنتناول فيه تفاصيل منح جامعة ATA University، هذه الجامعة الموجودة في أذربيجان في قارة أوروبا. هذه المنحة مخصصة للبكالوريوس والماجستير، سنتطرق لجميع تفاصيلها من على موقع الجامعة وإعلان المنحة. فقبل أن نذهب إلى التفاصيل، نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، ونذهب الآن إلى التفاصيل. بداية نستعرض إعلان المنح على موقع وزارة التعليم العالي المصرية وكذلك على موقع الجامعة. وطبعا أود التنبيه بأن هذه المنح ليست حصرا للطلاب المصريين، وإنما يمكن جميع الجنسيات حول العالم التقديم لهذه المنح. فقط وزارة التعليم العالي المصري هي نقلت الخبر عن سفارة أذربيجان في القاهرة بأن هناك منح دراسية لقبول الطلاب لدرجة البكالوريوس والماجستير للعام 2021-2022 في جامعة ATA University. طبعا هذا الإعلان واضح أمامكم. التخصصات المتاحة للبكالوريوس هي العلاقة الدولية والاجتماعية، وكذلك العلاقة الدولية، إدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسوب وهندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. أما بالنسبة لتخصصات الماجستير فهي السياسة الاجتماعية والعلاقة الدولية والدبلوماسي وإدارة الأعمال وإدارة التعليم. طبعا آخر موعد للتقديم هو 1/4/2021، وهذا الرابط الخاص بموقع الجامعة التي فيها تفاصيل الإعلان، وكذلك هذا الرابط الخاص بالتقديم. نلاحظ الآن بعد الدخول على موقع الجامعة، هذا هو موقع جامعة ATA University والتي تحتل المرتبة الثانية في أذربيجان. طبعا هذا بعض التفاصيل الخاصة بالمنح. المنحة التي نتكلم عنها اليوم هي هذه المنحة Fellowships. هذه منح زمالات، فيها جميع التفاصيل سنوضحها إن شاء الله في هذا الفيديو. ما هي الشروط وما هي المميزات في هذه المنح، ونوضح إن شاء الله كيفية التقديم في موقع الجامعة. سنتطرق لجميع التفاصيل. قبل أن نذهب إلى جميع التفاصيل، هذا هو موقع التقديم. سنوضح لكم إن شاء الله التقديم بكامل من البداية وحتى النهاية. أود التنبيه فقط بأن الجامعة التي نتكلم عنها اليوم نلاحظ أنها تحتل المرتبة الثانية في أذربيجان، هذا أحد مواقع تصنيف الجامعات الدولي، وكذلك تحتل المرتبة 4204 على مستوى العالم. إذن جامعة مميزة تحتل المرتبة ثاني أفضل جامعة في أذربيجان. المنحة كذلك كويسة. نتمنى لكم التوفيق، والآن نذهب إلى التفاصيل وشروط التقديم. إذن المنحة مقدمة من جامعة ATA University التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى أذربيجان في قارة أوروبا، وتسمى أليمردان فلوشيب. بالنسبة للمراحل الدراسية المتاحة للتقديم، لدينا مرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الماجستير. أما بالنسبة للغة التدريس، فلغة التدريس هي اللغة الإنجليزية. بالنسبة للتخصصات المتوفرة في هذا المنحة، سبق وأنا أوضحناها، البكالوريوس لدينا هندسة حاسوب وكذلك علوم الحاسوب والاقتصاد وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلاقات الدولية والاجتماعية وكذلك العلاقات الدولية فقط. أما بالنسبة للماجستير فلدينا العلاقات التخصصات التالية مثل إدارة الأعمال والعلاقات الدولية والدبلوماسية وكذلك إدارة التعليم والسياسة الاجتماعية، وهذا ما نلاحظه من خلال موقع الجامعة كما سترون الآن. هذا هو موقع الجامعة، وكما تلاحظون الآن هذه هي التخصصات المتوفرة بالنسبة للبكالوريوس. هذه التخصصات تلاحظونها، هذه التخصصات القانون والاقتصاد وكذلك علوم الحاسوب وهندسة الحاسوب وبقية التخصصات التي تكلمنا عنها سابقا. أما بالنسبة للماجستير فهذه هي تخصصات الماجستير كما تكلمنا، العلاقات الدولية والدبلوماسية وكذلك إدارة الأعمال وإدارة التعليم وعدد من التخصصات. هذه التخصصات، ننتقل الآن إلى بقية التفاصيل.
أما بالنسبة للتمويل ومميزات المنحة، فالمنحة تتكفل أولا بالرسوم الدراسية كاملة، يتم إعفاء الطلاب الحاصلين على المنحة من جميع الرسوم الدراسية خلال فترة دراستهم، بالإضافة إلى سكن مجاني. إذا السكن ستتكفل به الجامعة وكذلك رسوم الدراسية، لا يوجد أي راتب. بالنسبة لبقية التكاليف الأخرى سيتحملها الطالب نفسه، وهذا ما نلاحظه من خلال موقع الجامعة. هذا هو الموقع الخاص بالمنحة، وهذا الإعلان الخاص بهذه المنحة. نلاحظ أولا، أود التنبيه فقط بأن هذه المنحة مفتوحة لجميع الطلاب الدوليين، أي طالب من أي جنسية كانت ما عدا الجنسية الأذربيجانية، إذن ليست محصورة فقط على طلاب مصر وإنما لجميع الطلاب. كذلك الدرجات، لاحظ اندر جرادويت معناتها البكالوريوس، وكذلك يمكن للطلاب الذين يتقدمون للحصول على الماجستير اللي هي الجرادويت التقديم لهذه المنح. كما تكلمنا سابقا، هذه هي تفاصيل وشروط التقديم لهذه المنحة. أود فقط التنبيه بخصوص التمويل، بأن هذه المنحة فقط تغطي الرسوم الدراسية كما ترون الآن، وكذلك رسوم السكن فقط، هذا على موقع الجامعة. أما بالنسبة لشروط التقديم فهي كذلك واضحة على موقع الجامعة وسنوضحها لكم الآن. أولا، يحق للطلاب الفائزين بالمنحة الحصول على إعفاء من الرسوم الدراسية بنسبة 100% للفصل الدراسي الأول من دراستهم، ويجب أن يجتازوا الامتحانات بنجاح ليكونوا مؤهلين للحصول على المنحة للفصل الدراسي الثاني، وهكذا حتى تنتهي فصل يعني مدة دراستهم. إذا يجب أن يستمر الأداء الطلاب بالأداء المتميز لاستمرار المنحة، ويجب أن لا يقل معدل طلاب البكالوريوس عن 2.5 من 4 بين قوسين، يعني بما يعادل 65%، وكذلك أن لا يقل معدل طلاب الماجستير عن 3 من 4 ما يعادل 75%. إذا من أجل أن تستمر المنحة يجب أن يكون الطالب متميز وأن يحافظ على أدائه خلال الدراسة. 3، الطلاب الذين لن يستوفوا شرط المعدل التراكمي لترمين متتاليين أو لفترتين دراسيتين متتاليتين سيفقدون المنحة وسيتم إلغاها. 4، تغطي الجامعة رسوم السكن للمساكن التي تختارها الجامعة. ذكرنا سابقا بأن التمويل إعفاء الرسوم الدراسية وكذلك سكن مجاني، لكن بالنسبة لرسوم السكن لا يمكن تحويل رسوم السكن إلى حساب الطالب مباشرة أو استخدامها لغرض آخر، فقط هم يتكفلون بتوفير السكن المجاني للطالب. الالتزام بقوانين الجامعة وأنظمتها، هذه هي الخمس شروط وكما تلاحظونها على موقع الجامعة. كما تلاحظون الآن على موقع الجامعة، هذه هي الشروط الخاصة بالمنحة وكما ذكرنا. بالنسبة لضرورة استمرار الطلاب بأدائهم المتميز من أجل استمرار المنحة، وهذا هو شرط المعدل التراكمي لا يقل عن 2.5 لطلاب البكالوريوس، وكذلك لا يقل على 3 من 4 بالنسبة لطلاب الماجستير. كذلك بالنسبة لشرط السكن ورسوم السكن، هذا الشرط الخاص برسوم السكن وأنه لا يمكن تحويلها إلى حساب الطالب. أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للتقديم، وهي بالنسبة للبكالوريوس أولا جواز السفر أو الهوية الشخصية، يمكنك تقديم الهوية الشخصية، كذلك صورة شهادة الثانوية العامة، وكذلك نسخة من كشف درجات الثانوية العامة، بالإضافة إلى سيرة ذاتية وصورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى شهادة اللغة الإنجليزية. وبالنسبة لشهادة اللغة الإنجليزية هي اختياري وليست إجباري، وإذا كان لديك أي إفادة أخرى غير التوفل أو الآيلتس يمكنك تقديمها، وسنريكم أن هذه الشهادة اختياري وليست إجباري من خلال موقع الجامعة ومن خلال التقديم. كذلك يمكنك تقديم الدولينجو، وهذا هو اختبار أونلاين، اختبار جديد ظهر مؤخرا، يعني الأمور بسيطة بالنسبة لمتطلبات اللغة الإنجليزية. أما بالنسبة للوثائق المطلوبة للماجستير فنلاحظ جواز السفر والهوية الشخصية، كذلك صورة شهادة التخرج من البكالوريوس، وبيان درجات بالنسبة للبكالوريوس، وسيرة ذاتية، وصورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى استمارة الموافقة على الشروط
على شروط الجامعة، وسنريكم كيف يتم تحميل هذه الاستمارة وكيف يتم تعبئتها، بالإضافة إلى شهادة اللغة الإنجليزية. وكما تكلمنا اختياري وليست إجباري، يمكنك تقديم الآيلتس أو التوفل أو اختبار الدولينجو الأونلاين، بالإضافة يمكنك تقديم أي شهادة أخرى، وسنريكم أن الشهادة اختياري من خلال موقع التقديم. هذا هو موقع التقديم الخاص بهذه المنحة، وكما تلاحظون الوثائق المطلوبة كما ذكرنا لكم سابقا، هذه الشهادة الثانوية كذلك required يعني مطلوبة، بالإضافة إلى بيان الدرجات required، كذلك الجواز السفر أو الهوية الشخصية required يعني مطلوب إجباري، كذلك السيرة الذاتية وصورة شخصية required يعني إجباري. أما بالنسبة لشهادة اللغة الإنجليزية كما تلاحظون ليس مكتوب أمامها إجباري، ويمكنك تقديم أي شهادة أو اختبارات من هذه الاختبارات والتواصل مع الجامعة. هذا بالنسبة للبكالوريوس. أما بالنسبة للماجستير فيمكنكم كذلك معرفة الوثائق المطلوبة كما تلاحظون الآن. هذه هي الوثائق المطلوبة بالنسبة للماجستير. أولا شهادة البكالوريوس، تخرج من البكالوريوس مطلوبة كذلك إجباري، بيان الدرجات كذلك كما تكلمنا، بقية الوثائق إجبارية ما عدا شهادة اللغة الإنجليزية، يمكنك تقديم أي شهادة وبالتوفيق إن شاء الله. كذلك أود التنبيه إلى استمارة الموافقة فقط مطلوبة بالنسبة للماجستير، ويمكنكم تحميلها من خلال هذا الرابط. نلاحظ لو كبسنا على هذا الرابط سيتم تحميل الوثيقة الخاصة باستمارة الموافقة كما تلاحظون الآن أمامكم. هذه الوثيقة صفحة واحدة يتم تعبئتها وإرفاقها عند التقديم. هناك ملاحظات أود التنبيه لها. أولا موعد التقديم، آخر موعد للتقديم هو 1/4/2021، إذا لا يزال لدينا أكثر من شهر، هذا هو آخر موعد للتقديم، وهذا ما نلاحظه من خلال موقع الجامعة. هذا كما تلاحظون الآن آخر موعد للتقديم على موقع الجامعة، Scholarship Deadline for International 1 أبريل، إذا آخر موعد للتقديم للمنح بالنسبة للبكالوريوس 1 أبريل. كذلك بالنسبة للماجستير نلاحظ First Round Application and Fellowship Deadline، يعني آخر موعد للتقديم للمنح والزمالات هو 1 أبريل. إذا هذا موعد التقديم. بالنسبة لكيفية التقديم وتعبئة البيانات في الابليكيشن الخاص بهذه المنحة سنشرحها إن شاء الله في الفيديو القادم خطوة بخطوة. كذلك إذا كان لديكم أي استفسارات بالنسبة لهذه المنحة يمكنكم التواصل مع الجامعة على هذا الإيميلان الواضحة أمامكم، وسنضع لكم جميع الروابط إن شاء الله، رابط التقديم وكذلك الإيميلات الخاصة بالتواصل معهم في صندوق الوصف أسفل الفيديو وكذلك في التعليق المثبت إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ولا تنسوا دعم القناة، إعجاب بالفيديو، اشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.